كمان الأخبار قالت أن حرص كابتن محمود الخطيب على حضور تدريبات النادي الأهلي، واستقر الجهاز الفني للنادي الأهلي على الخطة اللي هيواجه بها فريق بيراميدز. وكمان أكد محمد يوسف على أهمية اللقاء، أهمية مواجهة بيراميدز، وقال كمان أن فريق بيراميدز فريق جيد ومنظم، لكن الأهلي دايما بيلعب للفوز ومفيش مباراة سهلة إلا ببذل الجهد والعرق داخل المستطيل الأخضر ومن خلال التعديل والتجهيز الجيد. وكمان قال كابتن محمد يوسف أن الكل في حالة تركيز شديدة.